هل إدارة المدرسة بلغتكم رسميا إنها ستغلق؟ بص يا فندم، والله احنا يوم الثلاث اللي هو قبل الخميس اللي فات ده لقينا لتر كده مبعوث مع الكيدز عندنا ان يوم الخميس في اجازه عشان خاطر هم عاملين تدريب للمدرسين. اوكي، بعدين فجاه خلاص قعدنا يوم اجازه، فجاه كده يوم الخميس لقينا الباص مترون المشرفين بتوع الباصات جايبين علينا جوابات. طبعا حضرتك دلوقتي كنت عارض صوره من ورقه من الجواب، الجواب عباره عن 5 ورقات A4. تمام، طبعا قاعد يقول فيها ان انا خلاص قررت ان العام الدراسي الحالي هو اخر عام وان انا قررت اغلق المدرسه. تمام، طب ايه الاسباب؟ انا بتعرض لخسائر وانا بحاول بقالي 3 سنين بعافر يعني وبنحت في الصخر ان انا اخلي المدرسه موجوده، وعشان المنطقه اللي حواليها بقت منطقه شديده الخطوره من بعد الثوره بتاعت 25 يناير وكلام لا 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 يعني. تمام، طبعا الكلام ده مش لوجيك خالص، يعني انت بقالك 3 سنين بتنحت في الصخر وثلاث سنين واخد القرار بالاغلاق، وهو كاتب في الجواب انه بقاله 3 سنين مخاطر الوزاره ان هو خلاص يعني هم مدينه اوفر ان هو خلاص يعني هيغلق. تمام، طب انت دلوقتي 3 سنين واخد الاغلاق، قابلت ليه الاطفال بتوعنا السنه اللي فاتت؟ اوكي، في ناس قدموا على بريتش، يعني انت كمان كنت مقدم للوزاره ان انت عايز تفتح بريتش. تمام، كل الكلام ده راح فين؟ قابلتنا ليه لما انت واخد اغلاق؟ طيب حضرتك دلوقتي بتطرحي تساؤل، طب انت شايفة اجابته ايه؟ يعني ايه اللي بيدور في ذهن مالك المدرسة؟ لا بص يا فندم، انا لغايه الان احنا طبعا احنا اجتمعنا، احنا يوم الاحد رحنا له الاجتماع في المدرسه، لقيناه فجاه بودي جارد بطريقه غير عاديه في المدرسه، زي ما يكون اولياء الامور دول مثلا بلطجيه. طب احنا الحمد لله كلنا مستويات الحمد لله راقيه يعني. دخلنا المدرسه قعدنا معاه اتكلمنا، هم عندهم تعنت غريب بان هم يقفلوا. ايه السبب؟ طبعا هي غلطت، هي قالوا في جواب تاني، ما انا هقول لحضرتك يعني هو بعد جواب تاني النهارده مع الولاد لما عرف ان احنا رحنا الوزاره بشكوى خلاص، وقال انا برضو هقفل، انا قدمت للوزاره ان انا عايز افتح بريتش والوزاره ما ادتلوش ترخيص. انا اعتقد يا فندم ان هو كل الموضوع ده تعنت مع الوزاره. تمام، وعايز يضربنا احنا بالوزاره، وبعد كمان بيقول في الخطاب بتاع النهارده ان هو ان الوزاره واضح ان هي مش ما قرتش الورق كويس قوي الخاص بالمدرسه بتاعتي، ويمكن ده خطا غير مقصود من الوزاره، يعني كمان بيضرب بقرارات الوزاره عرض الحائط.